ديالك ولا نعم. طبعا هناك جديد مع ملحن الأستاذ فاضل النوبلي من الملحنين اللي هما في العالم العربي، يعني الفنانين الكبار اللي ما تعرفوهمش بزاف. الأستاذ فاضل النوبلي درس بالقاهرة ودرس بالسوربون، يعني من الفنانين المتمكنين. إن شاء الله بإذن الله هناك أعمال جميلة اللي غتروق الجمهور المغربي. من حياة كي جات الأغاني المغربية أون جينيرال في الآونة الأخيرة للشباب، سيتو الشباب. واش غادي نقول لك، كاين اللي هي لامود، كاين اللي هي أغنية. ملي كندخلو في لامود كنولو كنبتدلو يعني شي أشياء اللي هي خارجة على الإبداع وخارجة على هي وتتكلمين على شي حاجة اللي هي أنا كنتمي ليها وشي اللي على القشطة اللي أنا تنلبسوها، فهمتيني؟ يعني شي حاجة اللي أنا مغربيه وكنفتخر بها. هذا هو يعني كاين مثلا شي اغاني اللي ما كيرقوش مثلا لحياة الادريسي، ما كيرقونيش، ما كيرقوش الذوق المغربي، ما كيرقوش التاريخ المغربي، ما كيرقوش الثقافه المغربيه. شي ديال السر المغربي خارج المغرب فالمغاربه. المغرب عنده 1200 عام، يعني 12 قرن، دوله تزخرب جميع الاهازيج، جميع الايقاعات متنوعه، مقامات متنوعه، الوان متنوعه. مناطق المغرب كل منطقه عندها موسيقى خاصه بها، عندها لون خاص بها، فما غاديش نبقاو حنا منحصرين في اغنيه ايقاع خليجي. وشفتيني لا، حنا بالعكس. يعني انت مثلا ضد يعني كل اغنيه مغربيه؟ لا، انا ماشي ضد، ماشي مغربيه. بغيت ندير فيزيون، بغيت ندير مزج بين الاغنيه المغربيه واغنيه عامش تصبح عالميه. هناك مواضع اخرى نهز منها، فهذا هو المساله الوحيده اللي يعني حنا بالاخص الشباب المغربي، ماشي ديال الرساله اللي بغينا نوصلوا للعالم. انت قلت لنا دابا حنا العالم كله كيعرف مثلا كاين فلان خرج الاغنيه ولا داعي لذكر الاسماء، المطرب الفلاني خرج الاغنيه خارج الحدود، ولكن ماشي ديال الاغنيه اللي بغينا نتعرفوا بها كمغاربه. لكن حيت كاين اسماء مزيانين، كاين اسماء مزيانه، ما كنظنش كلشي. عطينا شي اسم. كاين صاحب المجرد، كاين دنيا باطمه، كاين واحد المجموعه ديال المطربين اللي هما من الاصوات الجميله جدا اللي كنعتزيهم انا كمغربيه، وفنانين قادرين يوصلوا الاغنيه المغربيه. ولكن هناك بعض المشوشين على لان اليوم الفن، شوف لما كندخلوا في الديجيتال وكندخلوا في لي ريزو سوسيو وكندخلوا في الموسيقى هذا التوجه، يعني كلشي ولا بغا يغني، كلشي ولا بغا يدير دي فيو. شفتيني كنحط اغنيه 4 ساعات كتشوفني 30 مليون ديال الناس، بزاف. لا حياة مثلا كاين شي اسم جديد لا بارك على بكري. لا انت ما بغيتيش حيد الميكرو. لا حياة، واش كاين مثلا شي اسم معين يقدر ينافس مثلا لحياة الادريسي والفنانين الكبار؟ الفن ماشي حرب. لما تنقولوا منافسه، يعني المنافسه لا نعيمه سميح الله طول عمرها، لا تفار افات كذا مثال، حياة الادريسي سميره بالسعيد، كانت عزه جلال، كانوا اسماء كبيره، ولكن كلشي كان حاضر وكل وحده عندها الشكل ديالها. حنا واحد المشموم ديال الوقت، كل واحد اللون ديالو. ما تنضاربوش، حنا تنديروا الفن، حنا كنديروا الاخلاق، حنا كنعطيو واحد رساله للمستمع او للمجتمع المغربي، كنكونوا اكفاء، نكونوا في المستوى ديال هذه الرساله. فلما تنولوا تنضاربوا وهذاك شكون هذاك اللي حسم الله فور، حنا ماشي في الرينج، حنا كنديروا مسرح، كنغنيو في المسرح. شكرا على وجهك. مرحبا بكم.